رئيس منظمة مكافحة الابتزاز في إيطاليا وفي محاولة يائسة احتجاجا على القروض غير المألوفة التي تعطى عادة من قبل المنظمات الإجرامية وضع نفسه في مأزق حرج. فيرديانو مانزي صب البنزين على نفسه أمام مقر القناة الإيطالية الحكومية راي التي وجه لها رسالة لتفسير أسباب اتخاذه لهذه الخطوة. وقال مانزي أنه يقوم بذلك من أجل مساعدة الضحايا الذين لا يملكون معيلا. نيلو سكافو صحفي ومتخصص في قضايا الابتزاز ومؤلف كتاب ديراتا إنراتا، هناك صعوبات يقول ملموسة خاصة بالنسبة للأسر والشركات الصغيرة، لأن في إيطاليا يصعب على المواطنين العاديين والأسر الحصول على تعويضات في حالة الابتزاز، لكن الأمر يعتبر سهلا نوعا ما بالنسبة للشركات. للأسف في إيطاليا الأزمة الاقتصادية عززت من هذه الظاهرة، خصوصا بالنسبة للعائلات الأكثر ضعفا والتي لا تستطيع بعد الآن الحصول على قروض من المصارف، وبالتالي الوقوع في مثل هذا النوع من الابتزاز غير القانوني والسري. وعثر على منزي من قبل سائق ترام قام بسرعة بإخماد النيران التي شبت في جسده قبل أن ينقل الداعي لمكافحة الابتزاز إلى المستشفى في حالة خطيرة عقب إصابته بحروق من الدرجة الثالثة في جميع أنحاء جسده.